قلقتني؟ ايه؟ مش عاجبك الجو؟ زيك بالظبط. انا مش عايزه ابقى موجوده هنا بس مضطره. انت مش نفس الحاجه؟ متخيل ان محدش هيشم اللي تشربه؟ شكله مغري قوي. بحبه اكتر في الشتاء. اشمعنى يعني في الشتاء بيبقى شكله احلى؟ حقيقي اكتر. موج وغضب مش مكسوف من الشمس. زيك كده. يعني انا في الشتاء بيبقى شكلي احلى؟ اوضح. بيبان اكتر. ما اعتقدش ان انا محتاج استنى لحد الشتاء عشان اعرف مفاتيحك. مفاتيحي؟ جواكي غضب بتحاولي تداريه. طاقة ممكن تدمر كل اللي حواليك. طب خلي بالك بقى ما تقربش منه. فقلت بقى ان انت مش عارف تكتب صح؟ عشان كتبت كل حاجة في الرواية اللي قبليها ومش لاقي حاجة تكتبها دلوقتي صح؟ أظن كده. عارف تعمل إيه؟ ما تفكرش. واضح إنك ما قابلتيش كتاب قبل كده. ليه هو الكتاب مش زي بقية البني آدمين؟ مش محتاجين إجازة؟ امال انت بتعمل ايه هنا؟ نظريا في اجازه، بس انا كنت متصور بقى لما اجي الجونه هعرف اكتب اي حاجه في الروايه الجديده قبل ما ارجع الجامعه. لحد دلوقتي مش عارف اكتب فصل واحد. عشان انت محتاج تعيش حاجه تكتب عنها. النهارده الصبح لما شفتيني عملت نفسك مش عارف فين. اكيد طبعا العيال كانوا معاك. هنا عجبتها المربى. اللي كان معاك امبارح ده جوزك؟ بقالكوا كتير متجوزين؟ هيفرق معاك؟ لا. مرعوب. طيب يبقى في الحالة دي كانت فرصة سعيدة أستاذ عمر. رايحة فين؟ ما أنا برضو هنا عشان أشتغل. ولا نسيت؟
صباح الخير يا عمر. صباح النور يا عمر. انا ما اعرفش انك لسه بتعوم والله، برافو عليك. انا عجبني الراجل اللي ياخد باله من جسمه جدا. ها اخبار الكتابه ايه؟ ماشي. كتبت كام صفحه يعني؟ اسمع يا عمر، انا هقول لك حاجه. سنة 95 96 كده اتعرفت على راجل كان دكتور جراح قلب، هو كان راجل مثقف بيحب شغلي جدا، كان لسه راجع من بره. قال لي مره ما تيجي تمشي ايدك معايا وتلعبني سكواش في النادي. والله فكره، كنت كل يوم اروح للصبح نادي التوفيقيه يلعب ماتشين ثلاثه اغلبه طبعا، وبعدين هو يطلع المستشفى وانا اروح انام. بس يا سيدي مره بقى مريم قفشتني، قالت لي الله طب ما تغير ميعادك معاه، خليه العصر يا اخي، واقعد كل يوم اكتب لك خمس صفحات قبل ما تروح. انا في الاول زمزقت بقى بصراحه، بس هي استفزتني. عارف شفت مضرب سكواش تاني امتى؟ بعد سنتين وثلاث جوائز وسفريه لفرنسا يكرموني في الجامعه هناك. مفهوم. طب بعد اذن حضرتك عشان عندي ميعاد مع جمال. كل يوم قبل ما تنزل تقوم تكتب لك 10 صفحات. لا انا خلصت المدرسه من زمان، البركه في صلاح الصغير بقى. ابقى سلم على جمال لما تقابله. حاضر. انا وصيته عليك قوي. شكرا يا اونكل، شكرا. مش ممكن اقدر اصحاك وكمان ما اقدرش اكاسك. مش ممكن. مش عايز مساعدة؟ لا ميرسي. انت بقيت كوبة كده امتى؟ انا طول عمري كوبة. طب ما تبقاش تزعل بقى لو رحت بصبصت على واحد من صحاب بنتك الصغيرين. طب نفطر سوا الأول. مش ممكن، مش ممكن. أول شهر بعد ما روايتي الأولانية طلعت نزل عنها ثلاث مقالات نقدية. قلت بس ابتدت تندع. ما كنتش فاهم إنها خلصت كده. بعد كده هس صمت تام. بالنسبة للمبيعات بقى حكاية. مها اشترت أغلب النسخ وادتهم هدية لأصدقاء العيلة. وما كتبتش من ساعتها. بس سنتها كنت حاسس ان ده الوقت. دي فرصتي الاخيره لو لسه عايز ابقى كاتب.